أعزائنا طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإذاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة الثانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة. طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. مرحلة صعبة مهمة بتجتازها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات. نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري، ودايماً وأبداً تحية مصر. بنكمل أعزائي الطلبة الجزء الثاني من الحلقة بتاعتنا، واتكلمنا في الجزء الأولاني قلنا هنتعامل مع الوحدة الرابعة اللي معظمنا، مش عايز أقول كلنا، كان على مشارف أنه يبدأها، والظروف اللي احنا حصلت دي وقفتنا. فبنتكلم على كاتريام إنيتي اللي هي عايزة إيه، اللي هي بتتكلم عن إيه وعلاقتها بورقة الامتحان. قلت بتتكلم على لمويان دو ترانسبور، وسائل المواصلات. زي ما شفنا ورقة الامتحان استعرضها مع بعض من أول سؤال لغاية آخر سؤال، لازم أتعامل مع الوحدة بتاعتي دي على أنها ورقة الامتحان. ورقة الامتحان بتبدأ بإيه؟ قال لي بتبدأ بالدوكيمون، القطعتين. يعني ممكن قطعة تبقى جيالي من الوحدتين دول، من الوحدة دي الكلمات على نفس النمط. إذن لازم أبقى عارف لمويان دو ترانسبور، وسائل المواصلات. هتكلم الأول بعد كده، بعدين نشوف الجزء ده بيجي إزاي. وسائل المواصلات، وقبل ما اعرف المعنى لازم الماسكولان والفيمينان، المذكر والمؤنث، عشان هتاخدني في حته الجرامير. لازم ابقى عارف كل مويان تو بريفير، ايه الوسيله اللي انت بتفضلها، وكل مويان تو نو بريفير با، ايه الوسيله اللي انت ما بتفضلهاش، واقول الريزون او الكوز، لا كوز، السبب بتاع انت بتفضل ليه وما بتفضلش ليه. انا ماشي معاك واحده واحده، يبقى عرفت الكلمات. الكلمات دي بتتلخبط، بتدخل في جمله، الجملة دي مبنية على معنى أنا بفضل ليه وما بفضلش ليه. إذن هقول adjective صفات بالسلب وبالإيجاب على أنا ليه بفضل وليه ما بفضلش. الجرامير اللي موجود في الوحدة الرابعة طبعا موجود، كلنا عارفين الضمير الشخصي الإجراك، لكن أنا عايز أقول الجزء الجرامير اللي متعلق بالكلمات بتاعة المنهج. انا لما اجي اخد موضوع والموضوع ده عايز اقول فيه انا بركب، يبقى لازم هحط وسيله مواصلات. اذا في عندي مويان دو ترانسبور ما بتاخدش، مش الوسائل نفسها، افعال ما بتاخد، يبقى علاقه الكلمات دي بالافعال، ما بتاخدش حرف جر قبل الوسيله. وفي افعال بتاخد حرف الجر، حرف الجر بيتغير بتغير اللي بيجي وراه. فتعالى نستعرض كده مع بعض الحاجات دي كلها. بس قبل ما اقول اي حاجه حوري لك بقى قمه اللي جه في امتحان 2019، واقرا كده معايا. بيقول لي طبعا ده السوجي اللي جه في امتحان 2019 اللي عليه 5 بوان، المفروض ان انا داخل حافظه زي ما قلت. بيقول لي كال سون لي مويان دو ترانسبور، ايه هي وسائل المواصلات دون فوتر فيل او دون فوتر فيلاج، اللي موجوده في مدينتك او موجوده في القريه بتاعتك. كال مويان بريفيري فو بروندر، ايه الوسيله اللي انت بتفضلها، المقدمه اللي انا قلتها. اي بوركوا، بوركوا دي اللي عايزه ايه، عايزه لا ريزون، السبب بتاع التفضيل. فاتح قوس ومديني كلمات، وطبعا فوق بيقول لي يوتيليزي لمو انتر بارونتيز، سو ديبلاسي، وده فعل من الافعال اللي موجوده عندي في المنهج في الوحده الرابعه اللي هو معناه يتنقل او يستقل زي ما بيقولوا كده. وعندي رابيد، رابيد دي صفة معناها سريع. وعندي فيرب باساجي اللي هم الركاب. سيب لي الموضوع اوبن مفتوح كده، اكتب زي ما انت عايز. المفروض انك بتبقى حافظ علشان وتزود لو جت كلمة مش موجودة عندك في الموضوع بتزودها، بس بتبقى عارف انت بتزودها ازاي. في ملحوظة كده كنت عايز اقولها في لما كنت بقدم ورقة الامتحان، خلي بالك ودي هنعملها في حلقة قادمة ان شاء الله. فرق ما بين انك تبقى حافظ موضوع وتكتبه زي ما هو، تخرج بره ورقه الامتحان بتراجع مع زميلك يقول لك انت عملت الموضوع اللي هو بيتكلم عن لو فواياج على كامباني، الرحله الى الريف، اقول له طب كتبته ازاي، كتبته زي ما انا حافظه، جو في على كامباني افيك ميزامي، وبوصف الحاجات اللي جوه بقى جو راماس، بجمع لزف
قال لك انت بتتكلم وزميلك مستغرب انت ما قريتش الموضوع شويه، قال لك بارل دو تون ويك اند ديرنيي. ديرنيي يعني ايه؟ الماضي. وممكن يقول لك بروشان القادم. فهنعمل مع بعض كده قصه موضوع ازاي اتعامل مع الموضوع اللي انا حافظه بالنص في البريزون وفي الفيتور وفي الباسي كومبوزي، على اساس ان انا ابقى حافظ موضوع واحد بس ضارب فيه زي ما بيقولوا كده ثلاث ازمنه. طيب ده الموضوع اللي عندنا اللي هقفل بيه بس بعد ما نشوف الوحده كلها جايه ازاي، هرجع له تاني بعد شويه. هنتكلم بعد كده على ايه الحاجات بقى اللي عندي. كان مويان تو بريفير اي بوركوا، ايه الوسيله اللي بتفضلها؟ هنمشي كده حبه حبه. جو بريفير لو، اي وسيله، كار، وجو نو لو بريفير كار. ايه الاسباب؟ بفضل الاوتوبيس، بفضل المترو، بفضل كار. اليه هقول مثلا رابيد لانه سريع. خلي بالك اول كلمه كتبتها هي كده كانت موجوده في الامتحان. جو نو لو بريفير كار، ما بفضلوش لانه. اليه شير، شير يعني ايه بالظبط؟ قال لي شير يعني غالي، يبقى بفضل وما بفضلش. طب انا الكلام ده بعد ما خدت الكلمات الفرديه لقيت ان الكلمات دي هتفيدني في ايه كجمل على بعض؟ اجابه سؤال في المل، الامتحان كله حته واحده، يبقى بفضل لانه ربيد وما بفضلش لانه غالي. ثبت، مش هيجيب لي اسباب من عنده، انا بكتب انا من عندي. طيب طب مثلا حاجه كده علشان يبقى بنخبط على اللي جه في الامتحان، عايز سبب تاني لعدم التفضيل. مثلا انا ما بفضلش مترو ليه؟ جو نو بريفير با لو مترو، ما بفضلش مترو. كار، طبعا انت عارف ان كلمه كار بتساوي كلمه بارسكو، والاثنين معناهم لان، والاثنين بيجي وراهم فراس كومبليت يعني جمله تامه. طب انا عايز احفظ جمله بسيطه قوي، هتقول لي ايه الجمله دي؟ ما بفضلش ده ليه؟ كار il y a beaucoup de passagers، لان بيبقى موجود في ركاب كتير، ده سبب الرفض. il y a beaucoup de passagers. خلي بالك حته جرامير كده، الدو عمرها ما بتبقى دي، مش لازم وانا بشتغل معاك جرامير يبقى بشتغل جرامير بس، بشتغل سوجي بشتغل سوجي بس، كل حاجه مرتبطه ببعضها اهو. دو مش دي، ولازم يجي وراها جمع. مصطلحات كتير عندك في المنهج، بوكو دو، في عندي بلو دو، في عندي ترو دو، لازم يجي وراها جمع. كومبيان دو اللي هي اداه الاستفهام اللي هي معنى كم للعدد. طيب خدنا الحته دي، هنوصل بقى لحته تانية ومهمه قوي، نخش في الجرامير خطوه خطوه بتاعه الوحده الرابعه بعد ما عرفت وسائل المواصلات. طبعا اقرا زي ما انت عايز، هتلاقي يعني معظمهم قريب من الانجليش. لو مترو، في عندي لو بوس، في عندي لو ترين القطر، في عندي طبعا حاجات مختلفه لا فواتور وهكذا. طيب هنتكلم دلوقتي بقى على علاقه الافعال بتاعه الدرس بوسائل المواصلات. قال لي في عندي اول حاجه فيرب اسمه براندر، كلنا عارفينه وحافظينه. فيرب براندر يعني ياخذ، فيرب براندر يعني ياخذ. طيب ماله الفيرب ده؟ لو حبيت اجيب وراه وسيله مواصلات، وسيله، قال لي هنا اهو حرف جر، وانا بحب اكتب كده الغلط واشطبه عشان الطلبه تبقى مركزه معايا. يعني ايه كده يا مسيو؟ يعني ما بيجيش قبليه حرف جر، ما بيجيش معاه حرف جر قبل الوسيله. فيرب براند اللي معنى ياخذ ما بيجيش وراه حرف جر. على طول نظام الامتحان، شك جور جو بران نقط بوس، فتح قوس الاي بي سي اللي عندنا وقال لي اون وبار ولو. اتفقنا مع بعض في طريقه الحل ان انا لازم استبعد. يعني ايه استبعد؟ قال لي الفعل ده وانا مذاكر كده ما بياخدش حرف جر، يبقى شكرا لدول. ليه؟ لان دول حروف جر هنتعرف عليهم دلوقتي، يبقى فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي لو، يبقى هو ده الحل بتاعي. طيب ايه تاني؟
خلاص اتفقنا ده ما بياخدش حرف جر، يبقى كل اللي هجيبه بعد كده افعال بتاخد حرف جر. زي ايه؟ قال لي فيرب اللي ده معناه يذهب، وعندي بارتير يرحل، فواياجي يسافر. لو جيت اتكلمت وحطيت وراه وسيله مواصلات هقول يسافر بي، يذهب بي، وهكذا، اللي هي اجابه سؤال كومون في المال زي ما قلنا من شويه. طيب هيجي يقول لي ايه حروف الجر اللي بتيجي معاهم؟ قال لي يا اما حرف الجر الان، خلي بالك متعرف عليهم كده عشان امسك واحد واحد اتكلم عليه، وعندي حرف الجر البار، وعندي حرف الجر الا اللي عليها اكسون لوحدها كده وهنتكلم عليها بالتفصيل. طيب نرجع نتكلم على كل واحد. قال لي حرف الجر الان، حرف الجر الان امتى اخده واحطه على النقط؟ قال لي لازم، خلي بالك كلمه لازم يعني شرط، يبقى جاي الوسيله انا اللي هخليك تقول مش انا اللي هشرح. لو حبيت احط حرف الجر البار الوسيله. الله، ايه الفرق بالظبط؟ هنا الوسيله لازقه. يعني ايه لازقه؟ يعني لما احط اون الاقي وراها كلمه بس، الاتنين لازقين مفيش فاصل في النص. لما حطيت كلمه بار، اون يعني بي وبار يعني بواسطه، وقريبين من بعض في المعنى في العربي، مش قصتي العربي، انا قصتي قاعده الجرامر الفرنساوي. بار قال لي هنا بيبقى ايه؟ قال لي فاصل. يعني ايه فاصل يا مسيو؟ قال لي فاصل ده يعني في عندي لو، وطبعا بقيتهم لو لا لي. قال لي في عندي سو، صفات الاشاره ادجكتيف ديمونستراتيف، سو سات 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 او سي، وعندي مون يعني موم مامي ادجكتيف بوسيسيف صفات الملكيه. اذا الفاصل يعني اداه بتتحط قبل الوسيله. اذا الراجل هيجيب لي في امتحان يقول لك جو في او كلوب نقط مترو، فتح قوس وحط لي لو وحط لي اون وحط لي بار. فطبعا في الحاله دي انا لقيت الفعل عندي مين؟ فيرب اللي اتكلمت عليه من شويه، اللي بياخد بريبوزيسيون بياخد حرف جر، يبقى في الحاله دي شكرا لو. ده طريقه الحل في الامتحان، انا بستبعد، انا بستبعد، استبعدت لو تمام، فاضل الاون فاضل البار. الحل ايه؟ قال لي الحل هيبقى الاون، لان المسيو قال ان الاون بتيجي لازقه مفيش فاصل عندي هنا، ما لقيتش لو وما لقيتش لا وهكذا. طب جمله ثالثه هقول جو بار ا باري نقط مثلا باتو، او خليها باتوه، باتو اللي هي المركب، وهقول هنا لو باتو، فتح قوس وقال لي حرف الجر الان، وعندي حرف الجر الا، وعندي حرف الجر البار. طب تعالى كده نتعامل مع بعض نشوف الاجابات هتغلط نفسها وتفضل لي اجابه واحده. الان عمرها ما تيجي معاها لو، يبقى دي سقطت. الا عمره ما بيجي وراء اللو، سقطت، يبقى فاضل عندي بار اللي هي حرف الجر اللي هو بار. بعد ما بنشتغل ده كله حواري لك الحاجات اللي جت في الامتحان بتاعه مصر زي قطعه بس جرامر ومواقف. طيب في عندي بعد كده ايه؟ قال لي عندي افعال تانية وهتاخد حرف جر انا اتكلمت عليه من شويه، اللي هو عندي فيرب اسمه مونتي، مونتي، وخلي بالك في الامتحان رهبة الامتحان والخداع البصري. ايه الخداع البصري ده؟ ان انا عندي مونتي وفي فعل تاني خالص اسمه مونتري. مونتري ده معناه يوضح او يبين، لكن ده مونتي يعني يركب او يصعد، يعني ليه علاقة لما اقول بيركب بالمويان دو ترانسبور اللي هي وسائل المواصلات. طب الفعل ده بيجي معاه حروف جر ايه؟ قال لي رقم واحد كده بيجي معاه حرف الجر الدون، الدون يعني في، تعال نقولها كده بالبلدي، الوسائل اللي بتيجي هنا وسيلة نركب بداخلها، بركب بداخلها، بس قبل الوسيلة دي قال لي لازم يبقى فاصل. خلاص انتوا فهمتوا كلمة فاصل يعني ايه؟ قال لي يعني لو وسو وسات وهكذا. طيب ده الدون معناها في او بداخل. حرف الجر التاني قال لي حرف الجر الآ، خلي بالك من ده قوي 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 قوي، وهعمل علاقه بينه وما بين الوحده الاولى اللي بتتكلم على لو سبور الرياضات. خلي بالك ركز معايا،
حرف الجر الآ بيجي كده لما يجي وراه وسيلة نركب عليها. وسيلة بركب عليها. إيه الوسيلة بركب عليها؟ من الوسائل اللي انت هتبقى خلاص بتجمع الكلمات بتاعت الوحدة الرابعة وتقراها. قال لي عندي الوسيلة بتاعت موتو، عندي الوسيلة فيلو، وعندي علاقة الكلام ده كمان بالوحدة التانية اللي هي الحيوانات أو اللي بركب عليها، زي كلمة شوفال وزي كلمة مثلا إليفون، تمام؟ حاجات بركب عليها. تاخد إيه؟ حرف الجر الآ لوحده. طيب أنا متعود دايما إن إحنا لما باجي أشرح بقول الغلطة دايما اللي بتيجي مع الطالب، اللي توقع الطالب، بتوقعه في إيه؟ اللي هو دايما بيبقى حافظ وما بيركزش في قراية الجملة. هتجي له جملة كده مهمة قوي 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 في ورقة الامتحان، خلي بالك آخر حاجة بتذاكرها دايما بتبقى سايبالك كده في الذاكرة تركيز عليها. بمعنى هقول لك جات جملة زي كده في الامتحان، شاك جور جو، وجاب لي A B و C. A هتبقى A دو، وعندي كلمة اون. جملة وارد، وتعلم من أخطاء غيرك علشان ما تحاولش إن أنت تقول لا 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 أنا بغلطش في الكلام ده، شوف غلطات غيرك عشان تتعلم منها وما تكررهاش. فيلو، إيه لسه شرحها لك أنا دلوقتي إن فيلو بتاخد حرف الجر الآ عشان، بس خلي بالك ارجع مرشدين كده للجملة، أنا عندي فيرب إيه؟ عندي فيرب فار. دي ما بقتش وسيلة مواصلات، بقت بالظبط سبار، رياضة. الوحدة الأولى فيرب فار لما بيجي ليه مع حرف الجر الدو وعيلته وفيلو مذكر تبقى دو وليس الأون وليس الآ. دي الأخطاء اللي بنقع فيها كلنا في الامتحان من التسرع، إن أنا أركز مع اللي ورا النقط وما أقراش الجملة من أولها لآخرها وأقرأ الاختيارات كمان. طيب إيه تاني؟ خدنا فيرب مونتي يعني يصعد، طب عكسه إيه؟ مظبوط، فيرب ديساندر. انا بدي لك فرصه تجاوب الاول، فيرب ديساندر يعني ينزل. حته ينزل دي يعني عندي حاجه من الاثنين، بيجي مع حرف جر طبعا، وزي ما انت قلت بالعربي كده ينزل في وينزل من. طب ينزل في يعني يجي وراء ايه؟ خلي العربي كده يمر على ودنك، ينزل في يبقى مكان، محطه، اسم محطه، مكان. طب ينزل من بالظبط، يبقى الوسيله. مش هقتنع باللي انا بحله في الامتحان لما يمر على ودني بالعربي مظبوط، فهنا هقول بيجي مع حرف جر اللي هو الآ وطبعا وعيلته والدو وعيلته. يعني ايه عيلته يا مسيو؟ اللي هي الاو الا الا ابوستروف والدو دو دو لا دو الا ابوستروف. طيب عايز اكزامبل، هقول لك جو ديسون نقط ستاسيون، ستاسيون يعني محط، فتح قوس، جاب لي اون، جاب لي دو لا، وجاب لي الا. اتفقنا مع بعض ان طريقه الحل في اجابه خالص بتبقى جايه كده من التلات اجابه تقول لك لا انا مش بتاعت الاجابه دي خالص، يبقى رقم واحد عندي الاون. اتبقى حاجتين، كلمه ستاسيون، ودي المعلومات اللي هنقولها قدام في حفظي للكلمات، انا عارف انها معناها محطه، بس كلمة ستاسيون دي مذكر المؤنث بالظبط، أي كلمة تنتهي بالمقطع تي إي أو إن اللي هو سيون بالفرنساوي إيشن دي بتبقى مؤنث. المهم طب ما مؤنث، الراجل مديني دولا ومديني ألا، الاتنين في ميناء مؤنث، أرجع لإيه؟ أرجع للفعل. الفعل معناه ينزل، جاي إيه ورا النقط؟ قال لي جاي مكان، جاي مكان يبقى باخد دي ينزل في ودي ينزل من، في يبقى مكان ودو يبقى جاي وسيله. هو جاب لي ايه ورا النقط؟ جاب لي ها مكان، يبقى بنزل لا ستاسيون يعني بنزل في المحطه. دي الكلمات بتاعت المنهج وعلاقتها بالجرامير اللي موجود عندنا. طيب لو جينا كملنا كده تاني، خدنا الافعال بتاعت اللي بيجي وراها حرف جر، وحته تانية موجوده في المنهج وبرضو انا مصمم هنلاقيها في امتحان 2019،
حته بتكلم ايه بقى بعيد عن وسائل المواصلات خالص، وهرجع لها تاني، اللي هي لما اجي اقول لك مصطلح اسمه افوار مال ايه افوار مال ده؟ يعني معناها يشعر بالم فيه. اذا منطقيا اللي هيجي لي ورا قال لي المكان، المكان بتاع التعب، والمكان بتاع التعب ده يعني جزء من اجزاء لو كار ايما، يعني الجسم البشري. الادي ثابته؟ قال لا، بتتغير، التغير اللي بيجي وراها. يبقى افوار هيتغير، هيبقى جي ها مال. طيب اقول كلمه او ها الا ال ابوستروف ا يو اكس، او زي ايه مثلا؟ او فونتر. بالظبط، الناس اللي حافظه الكلمات، فونتر يعني بطن، اوبرا يعني الذراع، كل ده مذكر، حاطط له او. الا مؤنث زي ايه؟ الا جامب يعني في الساق، في الساق. الا ابوستروف عايز كلمه مبدوءه بحرف متحرك، عندي كلمه اي، اي يعني عين واحده. اوري يعني اللي هي الـ 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 الاذن، في اذن. اي اكس بتاعت الايه؟ اللي بتاعت الجمع، زي كلمه اوزيو في العيون، او او جامب في الساقين، او اوبيي في الاقدام، وهكذا. اذا الجزئيه دي جايه عشان تجي لي في حته ايه؟ يا اما جرامر ويجيب لي حرف الجر قبل الكلام ده، يا اما مواقف. ايه هو المواقف؟ تون امي تو دوموند، صديقك بيسالك بوركوا، بوركوا تو نو فا با او كلوب، انت ليه مش رايح النادي؟ تو دي هو بيسالك، انت بتقول في التحليل بتاعت الاجابه في الاول، وانت بتحل في الاول رحت كاتب جيم، جيم يعني هختار سؤال، جاب لي جيم يعني هختار اجابه، جاب لي سؤال هستبعده، اتبقى لي اجابتين هاخد الاجابه المرتبطه بالسؤال، هقول كار جي مال او فونتر، وهكذا. عندي تعب في البطن، عندي تعب في الساق، عندي عندي عندي. طيب في حته كده فيها تاني جزئيه، لما يجي يقول لي في المال، بوركوا تو نفا با او كلوب، زي ما قلت لك كار جي مال او جامب، جون بو با مونجي مارشي ريسبيري. ممكن اخد حاجه تانية غير دي؟ قال لي اللي هو لا استطيع، جون بو با لا استطيع، سبب غير ان انا بقول المكان بتاع التعب، جو كار جو نو بو با. احنا حافظين قاعده في الفرنساوي ان انا لما يكون عندي دو فيرب الاولاني مصرف يبقى الثاني هيتحط في الايه؟ في المصدر. ايه السبب ان انا مش خارج او انا قاعد في البيت، انا مش رايح؟ كار او كار جون بو با عايز مصدر. ايه المصدر عندي؟ جون بو با مونجي، انا مش قادر اكل. جون بو با مارشي، مش قادر امشي. ريسبيري يعني ايه؟ ريسبيري يعني يتنفس، وهكذا. ده فعل في المصدر، بحط قبليه نو بو با يعني لا استطيع، الثانيه كنت بحط الالم اللي عندي بالظبط. طيب ماشي مع بعض بالترتيب كده الوحده الرابعه، وهرجع في الاخر خالص امسك الامتحان بتاع مصر جه في ايه بالظبط. طيب قال لي الجزء اللي بعد كده واللي الطلبه كلها مستنياه، اللي هو الجزء بتاع الاجراك. الاجراك ضمير شخصي، برونوم بيرسونال، وطبعا انا لو قلت بيحل محل ايه هلاقي معظم الطلبه اللي بتسمعني دلوقتي او بتشوفني بتتكلم عن مكان، بيحل محل مكان. ظبط اجابتك، ظبط دماغك، لان لما تقول كلمه مكان وتسكت هغلطك في الاول اهو. هقول لك تو فا او كلوب، او خليها او ميوزي يعني انت بتذهب الى المتحف. هقول لك وي اوم بو نقط فيزيتي، وبداني نظام الامتحان بالظبط بي سي. بي هتبقى اجراك، وهنا لو، وهنا الاون. انا لسه ما شرحتش الضمائر الشخصيه بالنسبه للاجراك، لكن بتكلم على ايه؟ خلي عندك فهم قبل الحفظ. انا دوست على الزرار فانت قلت الاجراك بتحل محل مكان. طب ما عندي ميوزي مكان،
مظبوط. وكمان ايه ده، انا جايب ان او ميوزي يعني في حرف جر ومكان، المفروض يبقى اجراك. اجراك فين؟ اجراك في الجمله دي. لكن انا معود الطالب كده واتعود معايا، هل عندي جمله ولا اتنين؟ ادي واحد، ادي اتنين. تركيزي مع مين؟ مع الفرب اللي ورا النقط. زي ما قلت لك كده، احنا بنقدم ورقه الامتحان، دايما تعامل مع الفعل اللي ورا النقط، دايما مع الفعل اللي ورا النقط. فعل ورا النقط اللي هو معناه ايه؟ يزور. ماله الفعل ده؟ بيحتاج حرف جر. يعني ينفع اقول ازور الى المتحف ولا ازور المتحف؟ يبقى الفعل ده حرف جر مفيش. طالما مفيش حرف جر يبقى الاجراك اللي سعادتك اخترتها غلط، الام ملهاش علاقه بالقصه خالص، فاضل عندي اللو. اذا الاجراك بتحل محل ايه؟ مكان بحرف جر. وهكتب على حرف جر دي صح، لازم يبقى في حرف في الجمله. هتقولي ما هو حرف الجر اهو، هقول لك بس ده جملتين. هل الفعل هو هو؟ لا، اتغير، يبقى بيقرصك من ودنك، بيشوف انت حافظ ولا فاهم. الفعل اتغير بقى فيزيتي، يبقى في الحاله دي هيبقى لو. اذا تعالى بقى بطريقه لذيذه جدا 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 جدا، امتى اختار الاجراك وانا مغمض؟ وهنربط الكلام ده بامتحان مصر 2019 عشان احط على النقط الاجراك. قال لي لازم يبقى ورا النقط ايه؟ افعال زي ايه؟ قال لي قال ليه ده وانت مغمض. قال لي الفعل الثاني هيبقى بارتير، الفعل الثالث هيبقى فواياجي. خلي بالك انا بقول الفعل الثاني والثالث وانت هتقول لنفسك ايه، ما ممكن يجيب من بره. لا، قلتها في اول الحلقه، قلت مفيش فعل هيجي من بره، مفيش موضوع هيجي من بره. فواياجي، وعندي ترافايي يعمل، كل ده بيجي وراه، بيجي معاه حرف جر ومكان، يبقى بيجي عندي الضمير اللي جاي. قال ليه وبارتير وفواياجي وترافايي وهكذا. طيب لو جينا بقى اتكلمنا في الاخر كده على وضعيه ورقه الامتحان، علاقتها بالوحده الرابعه اللي احنا قطعنا فيها شغل جامد قوي، هلاقي عندي ان امتحان مصر 2019 خلاص عرفنا الموضوع واديتك كده مقتطفات فيه هتكتب سعادتك. بالظبط كده قطعتين وراهم مواقف، فهلاقي في المواقف كده الوقفات دي بتعمل قلق. منتسب عادي، عندي جملة رقم 19 في امتحان مصر 2019، يبقى في المواقف الجملة رقم 19 بتقول فوزات اون فورم، فو نات با اون فورم، انت مش في الفورم. خلي بالك الامتحان كله بيتوجه ليك بالضمير فو. فو نات با اون فورم، فوديت هتقول انت مش في الفورم. انا مش عايز اكتب، عايزك تركز معايا بالودن اكتر. فو نات با اون فورم، انت مش في الفورمه. فوديت هتقول ايه في الحاله دي؟ جايب لي ثلاث اختيارات. جو سوي اون بون سونتي بتساوي كلمه اون فورم، انت مش في الفورمه يبقى انت في صحه جيده، ولا جي في بيان برضو معناها انا كويس، ولا جو سوي فاتيجي. طبعا دي جو سوي فاتيجي، دي جمله من امتحان 2019. الجمله الثانيه كانت رقم 21، لو ميدسان فو دوموند سو كو فو زافي، الطبيب بيسالك سو كو فو زافي ايه اللي عندك، بتشتكي من ايه؟ فو ديت، سؤال ولا اجابه؟ بالظبط اجابه، مديني ثلاث اجابات. اول اجابه راحت على طول ظهر قدامي، جي مال او دو، جيمال اللي احنا شرحناها، عندي تعب في الظهر. طب الاجابه الثانيه لازم اقرا الاجابات كلها، جي في لو دوفوار ملوش علاقه، جي اون بال تروس عندي مقلمه جميله ملهاش علاقه. طيب الجرامير، الجمله رقم 26 بيقول لي فو بوفي الي او ليسي اون بوس، تستطيع الذهاب الى المدرسه بالاتوبيس. قال لي وي جو بو، نقط. قال لي وي وي جو بو، نقط. اللي عشان ترجع الامتحان كده من ورايا رقم 26 جرامير، وكتبت الجمله رقم 2 كويس. الاختيارات الاون، وعندي الاجراك، وعندي ال ابوستراف. المسيو قال ايه؟ ورا النقط وانت مغمض فيرب اللي، مظبوط الاجابه تبقى عندي اجراك.
اوعى تفتكر احنا قعدنا نشرح والامتحان هيجي بقى واو وحاجة صعبة، مفيش الكلام ده خالص. عندي جملة برضو بتتكلم على حروف الجر، لما جي يقول لي إيل الجملة كانت رقم 31، إيل فا نقط بوست، إيل فا نقط بوست، مديني حروف جر، بوست هنا معناها اللي هي البوستة اللي هي البريد، عندي أو وعندي ألا وعندي أ يو إكس، استبعدت مين؟ الـ أ يو إكس، ليه؟ عشان الكلمة جمع، فاضل الأو وفاضل الألا، وده الواجب اللي عليك اللي أنا عايز أقفل بيه، اللي هو أنت في الآخر بتعمل إيه؟ أنت في الآخر الكلمة قبل ما تحفظها بتقسم عندك ورق كده بترص الكلمات اللي مرت عليك في المنهج مذكر ومؤنث، ودي هنعملها في حلقة قادمة إن شاء الله،